البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم لاباس؟ اموركم هانيه؟ احوالكم جيده؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. شوف راني يعني في خميسات، ايوا راني جايه دابا نتقطع شي حوايج، غادي نتقطعهم ان شاء الله من لابيل في هنايا. ايوا هانتوما معايا النهار الثاني عندنا في مدينه خميسات، هذا النهار السادس وقيلا في الصيام، المهم الخامس هذا والله ما عرفتش اين نهار في النوره، مشكله واقيلا غيطلبوا لهم الكمامات ما يخليهمش يدخلوا الا ما كانش الكمامات. شوفوا تقطينا وسالينا صافي التقضيه وخارجين في حالاتنا، وانا نقول لهم تيهيت هذاك. شنو قلت لكم في الاول سميتو؟ تيراميسو. قلت لهم راني تيهيت وغنمشي نجيبو. مشينا بدينا كنقلبوا على هذا وما عرفناش شنو سميتو، وكنقول داك السيد اللي تما كنقول له هادوك الصبعان اللي كيديروا بهم الحلوى، عرفتي داك الصبعان؟ وداك الصبعان عرفتي، نتنا غير بالضحك. المهم بنات عرفتوا فين راني غاده دابا؟ الا عرفتوا فين غاده، عند من غاده؟ عند هذيك اللي قلتوا لي شتتات لك الشمال مسكينه خاطئه، واحد البنت مسكينه دارت حتى شي حاجه باش شتت لي الشمال ولا شي حاجه. دابا حنا غاديين عند الهام للدار وما نعرف الا نلقاها في الدار، ما نعرف الا لقيناها. المهم انا ما قلتلاش راني جيت، غادي نفاجئها، راني عاقله بعدا على الدار، غادي نفاجئها على الله وعسى. بان لي الباب مسدود، حتى انا بانت لي الباب مسدود، كي بان لي شي حد واقف داك الوقفه ديال الهام، ماشي هي فاش واحد هذيك الوقفه ما نعرفش. لا المهم ما نعرفش، لا لقينا. المهم حنايا جايين عندها نديروا الواجب، وصلنا حتى الخميس ما يشوفوش الهام مستحيل، ايوا على الله وعسى. المهم انتوا معايا حنايا حتى الدار محلوله. ناعسة يا اختي، مشيتي للحمام وانت صايمه؟ هانتوما البنات، هادو هما التقضيه اللي تقداو. دابا غندخلوا هادي التفوان وبنت خالتي هادشي في الثلاجه، صافي غير التفوان ندوزو نقادو داكشي اللي خاصو يتقاد للفطور. ماما كدير الحريره، نوريكم. شوفوا ماما كدير الحريره، هانتوما انا كندير الحريره. اها تطيب مشاركه مع البنات. ايوا وحنايا غادي نديرو شنو سميتو؟ تيرميسو. لاش كنور ما كيتحتاش، هذا الفرماج البنات ديال العبار كيجي واعر غزال. ها هو القجده الطيريه، طيريه وين وين انت؟ ها كاين د البقر وكاين د الخروف، البقري ود الغنمي، صافي هانتوما العسل. المهم دابا حنا شنو نحتاجو؟ هادو لا واش فراسك هذا راه كريم فريش تا هو؟ واش جبتي كريم؟ ما جبتيش؟ سحبت لي الجبل، بنات سحبت لي الجبل، وانا كنسحب لي الجبل، انا سحبت لي هذا الجبل زيت منه جوج، الساعة هذا راه كريم فريش، وانا سحبت لي الجبن، وي كتسرى حتى البيتزا. قطعت هنايا البصلة، قطعت البصلة شرائح هكا طوال، وهنا الكتابت ديال هذا البشي ديال اللحم. وغادي نديرو لاصوص طوماط، غنديروها غير هنا في الدار. المهم البنات هنايا شوفوا، هنا بنت خالتي كدير واحد الطريقه خاصه للعجينه ديال البيتزا، راه ما كديرش ديك الطريقه اللي انا مولفه، يعني انا كنعجن كلشي في دقه. هي دارت الفورس، شحال الفورس؟ ثلاثه الكيسان ديال الفورس، مع ثلاثه ديال الكيسان ديال الماء، مع زعتره ديال البيتزا. و شوفوا راني كنحبس باش نسولها، وثلاثه ديال المعالق ديال نيدو ومليحه. وشوفوا
صافي وكتخلطيهم وكتخليهم هكا يعني جاريه فهمتي كيرتاحوا 15 دقيقه عاد كتزيد تكملي الفورسمون. انا طيبت هذا الشيء بقات غير لاصوص هي غادي تطحن وصافي. وخالتي قالت لك غادي انتوا البنات ايوا شنو اخر بغيت نقول لكم ونسيت ناري كنت خالتي غدير الملاوي بالشحمه عرفتوا خالتي كدير زوين الهدى تعدي عليهم هذوك اللي دارتو البارح انتيا لا ماما وزعما ديال ماما كيجيو بحال ديالك خصنا نشوفو المغرب واش صدق سيري ما تجيش عندكم اللي بان والله لا قطعتو ما تجيش غير اللي بان ما نقطعوش ما عنديش بالمونتاج ما كيقطع ليش ايوا صافي. المهم دابا راه شفتو حقا شنو وقع لنا ايوا ما نجيبو الجبن تقنا جايبين قشطه طريه ودابا درنا لا كريم شونتي تبرد في الكونجيلاتور هي ولا كريم فريش وعاد ندوزو نصاوبو داكشي براسكم. راه عاد ندخل يوتيوب نشوف كيفاش كدار حيت هي ساهله غير كتهزي وديري في القهوه القهوه تكون معصره تكون معصره القهوه صافي. ولكن بلا في نظري نسكافي حسن كون درناها في المعلقه فقط احسن داك النظر داك شويه كيجي دقاس زعما زعما. المهم هذا ما كان البنات خليكم معايا تلقيتوني دابا في الرانيه انا غادي نصاوب هاد البيتزات هذه راه العجينه الصراحه كتجي لاباط ديالها زوينه الله يرفعها مع مازال سخونه. شوفوا لاصوص كيفاش طلع كدير فيه لاصوص راه ما شاركتش معاكم شو كدير فيه كتقطع مطيشه كتخليها بالقشره ديالها تقطعها هكا طروفه على اربعه مثلا وتزيد عليه البصله وفله حمراء ودنسينا ما كليناش فله حمراء شو هذا في الكيتل وعطيك وما سولتش على شنو كاين هنايا هانتوما هانتوما البنات درنا واحد جوج ثلاثة وحدة صغيرة قريصة صغيرة صافي. شوفوا البنات راجل خالتي شنو جابلي الرزيزة الرزيزة يا الرزيزة عرفتو كتحمقني الرزيزة كاين هاديك تندخلو في العامر ندوزو للخاوي. كون البنات كصبحتو لاباس عليكم بخير صحتكم لاباس اموركم هانية مهم لقيتونا حنايا صبحنا ورحنا غاديين لواحد البلاصة ان شاء الله بإذن الله غادي للواد بهت في الواد كيعوموا فيه الناس كانوا كيعوموا فيه دابا قلال ما بقاش فيه الماء دابا كتعومي غير رجليك صافي غادي نمشي للواد بهت ان شاء الله. هو كاين خير شويه على خميسات ماشي داخل خميسات يعني في النواحي ديال خميسات. ايوا هذا مكان البنات هانتوما معايا جينا وصلنا هنايا باش خالتي جات تاخذ شي دواء صافي وغادي نشدو الطريق ان شاء الله. كاينه انا وبنت خالتي وماما وخالتي ووليدات خالتي وليدات خالتي ولد خالتي صافي. المهم دابا غنشدو الطريق تجي خالتي بحراره عرفتو واحد الصادقين في خميسات واحد الصادقين في خميسات راه ما نعاود لكمش كي داير راه ماشي بحال التازه لا التازه البارح كانت سخونه. شكون قالها لك؟ لا جينا حنا جينا في من حيت حنا كنا في تما كانت الشتا وغيال البارح كانت صافي ما ولكن لا ما كاينش هاد السخانه هادي لا نساكم واخا كتكون الشمس بتازه واخا كتكون الشمس بتازه يعني البروده مبرده داك الشمس يعني ما تخرجي فيها ولكن ما تقدريش زعما تلبسي تيشيرت ولا تلبسي لا هنايا اختي راه تلبسي تيشيرت لحقاش راه الحراره ديال بصح انا راه لابسه جلابه ديال البيئه ايه ايوا. المهم هانتوما معايا انا غادي نمشيو دابا ومنين نوصلو تما الواد بهت دابا نوريكم
او صافي المهم بزاف ديال لي كومونتير قريت على ود مونا ورينا كيفاش تعلمتي تصوقي مونا ورينا راه الا ما كنتيش كي كنقولوا حنا مسنطحه تصوبيش خصك تكوني كتخافيش خصك تكوني باغيه انت اصلا باغيه تصوقي وما تكونيش كتخافي فهمتوا كيفاش يعني بحال دابا كاينين شي وحدين غير غيشوفوا مثلا هاد الطوموبيل جايه عندي وهو ملونسي يقدر يفريني فرنسك يقدر الله يستر لك حنا كنا جايين نخرج مع القطيوط كلب ماشي قط كلب شي ماما مراهاش في هذا العالم وعرفتوا شنو كيديروا في الطريق راه كيروحوا الحجر باش كيلاخروا الناس عرفتوا طلعت فوق الحجره انا راه كي حتى الحجر في الطريق روتورو ترى باش ما اللي دازي بيغريسي والله الا حطيت تقلب بيه الطوموبيل المهم انتم معايا البنات دابا تنتلاقاو شوفوا فين جينا شوفوا على منظر كيفاش دايره راه حنا دابا عرفتوا واحد المنظر ما نعاودلكوش بتخالتي عزيزه الينا في الطوموبيل وماما هبطت تجيب كحيد الخرش في الطريق حيت هذا الخرش في هذا كبر طبيعي ما فيه لا والله كنت يو ونوريكم شنو كيديروا والله شنو هذا كتحيد هذاك هو الخرشف اجي طارق نزل دابا هذا هو الخرشف دابا عرفتوا شحال شدينا عليه من كيلومتر من الخميسات من لهنا ولكن راه خرشفنيت يعني ماشي راه خرشفنيت يعني من الاخر شنو طبيعي شو خالتي اللي مولفه كتحيدو كي واقفه ماما بحال نينجا انا جيت صندلات الميكا شو 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 الله يلا الخرشه وحده قدنا جات فراغ على روبيه ناري عرفتو واحد ديكور واعر كين دوماج ما قدرش نقلب لكم الكاميرا تشوفوهم لا قلب لي غير يدي انا نوريكم نقلب لكم يديهم شوفوا راه فيه الشوك هذا كيكون مر ياكي هذا زوين هذا الدول هذا شوفي شوفي هذا كابر غير في الربيع الشوكه ماما هذه فيها الشوك والله الا الشوك علاش البنات بغيتو غير بالضحك خالتي مسكينه طلعت كتحيد خشوف هي تجيب باطا في واحد الجبل شوف تيا مازال ما شفناكش انتوما شوفوا الجبل طلعوا هما الفوق وما يجيو باطا خالتي سر 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 كتسرسب حتى لتحت ماما راه باقا كتحيد باقا الفوق ماما الا بقيتي طيحتي انتيا انا لا طحت غير تهرس عندي هشاشات العيده قولي مشيتي فيها غيوريني على الخرش شنو كاين في الدنيا فين طالعه عندك تزيد تلعب فوق سبحان الله العظيم هذا الخرشف كابر غير في كابر غير في الجبل يعني غير في الجبوله ماما غادي تطيحي يقولي ماما غادي تطيحي يا ماما غادي تطيحي واه العظيم وي 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 رجعنا للدار ما نعاودلكمش واحد الحرارة لا إله إلا الله محمد رسول الله واحد الحرارة ما نقولكمش كيفاش دايرة المهم وصلنا دابا للدار وغادي ندوز باش غادي نبدا لكم واحد لا فيديو لي جديدة إن شاء الله ندير لكم فيها يعني شنو غادي ندير وداك الشيء المهم انتوما معايا وانتوما باش نديرو الفطور وكلشي عرفتو ما نعاودلكمش زدنا واحد داك الطريق بنات خميسة راه غيعرفوه المهم بالنسبه للبنات اللي كتسولوني على الهام الى ما مشيت عندها جوج مرات مشيت عندها النهار اللي يلاه وسما مشيت عندها دابا المهم مشيت عندها سلمت عليها وكلشي وقلت لها تجي وداكشي ومازال ما جاتش هذا ما كان الغزالات ديالي يعني رحنا بخير وعاد خير اصلا الصراحه هي ما عرفتش واش تولي تبان في يوتيوب ولا لا في لي فيديو لحقاش عندها ظروف معينه ما تخليهاش تبان في يوتيوب وما عرفتش يعني كل حاجه الله اعلم بقى شافيا مفتحات ماما ماما ما نعاود لكمش وحنا كنكلاكسونيو عليها زيدي دغيا يلاه والسيده غتسطى ما حاملاش تجي باغات تبقى كتحيد جننات على الخرشف شوفوا بنتي انا مالكي منا
منا شو كاين شو كاين شو كاين عميلات عميلات عميلات. قلت لكم ماما تجننت. هاني 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 عندك ديري شي حاجه عندك عندك محيده لي كوستيده عندك عندك اختي عندك عندك شنو نبوسك يلا انا نبوسك. لا باغا التليفون السيده باغا التليفون. شوفي نقول لك هاد التعلم ديال التليفون ما معاناش. المهم نخليكم دابا ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله يا ربي. المهم شنو ما درت ديك الساعه رانا غنبارطاجي معكم. دابا راني باغا نوض ديال داك التيراميسو ونقاد نقادو داك الشيوات ديال الفطور وصافي. تيراميسو تيراميسو برازي ما كنتش كنعرفو شنو هو التيراميسو. تيراميسو كنتش عارفه زعما السميه. لا ماشي كيكه. شنو هي؟ حلوه كيكه راه كتكون فيها الطحين وفيها الزيت وفيها عندها داك لابيل بي كنقول له شوف هذوك الصبعه اللي كيديروا بهم الحلوه عرفتيهم. كيقول لي لا ما كاينينش. قلت له لا راه ماشي الصبعه اللي كيتخشاو كيتصاوبي بهم الصبعان ورا الصبعان براسهم. ايوا هذا اللي كيديروا من تحت من الفوق ما يخدمش فيها. هو انا قلت له عان عان وراك وانا نوريه الفيديو وعاد مشى مسكين وراه لي. ايوا هذا مكان تهلاو لي فراسكم وبوسات ليكم كاملين 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 من خميسات حتى القويره. طازه القويره